بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد المقدم خالد بن سعود بن خالد الحليبي. إن شاء الله راح نتكلم عن الفجر الكاذب. مثل ما تلاحظون في هذه الصورة، صورة للفجر الكاذب، وهو عبارة عن انعكاس لأشعة الشمس بسبب وجود كميات من الغبار، وهو يظهر قبل الفجر الحقيقي بنصف ساعة تقريبا، ويمتد لأعلى مثل ما تلاحظون بالصورة. كما نرى صراحة ما نقول له سبحان الله، لقد تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الظاهرة وشبه الفجر الكاذب بذنب الذئب المرفوع. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: الفجر فجران، فجر يقال له ذنب السرحان وهو الكاذب، يذهب طولا ولا يذهب عرضا، والفجر الآخر يذهب عرضا ولا يذهب طولا. هذا الحديث من السلسلة الصحيحة. فقد ميز النبي صلى الله عليه وسلم بين الفجر الكاذب والفجر الحقيقي، ووصف كلهم بدقة تشهد على صدق نبوته عليه الصلاة والسلام، والله أعلم.